حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها تركيا تنتقد مناورات أمريكية مع قسد في سوريا، وبوتين يبين مستقبل قواته في سوريا، وأخيرا الحوثيون يضربون سفنا في البحر الأحمر. إذن تجدد تركيا انتقادها للدور الأمريكي في سوريا، ولكن هذه المرة من وزارة الدفاع لا الخارجية. تقول الدفاع التركية إنها تراقب أنشطة واشنطن مع التنظيمات الإرهابية في شمال شرق سوريا، وإنها تدعو واشنطن لوقف هذا الأمر. التصريح التركي جاء تزامنا مع مناورات تجريها القوات الأمريكية مع قسد في سوريا. تقول صحيفة مليات إن أمريكا خسرت تركيا نتيجة الدعم الذي تقدمه للإرهابيين في سوريا، وإن هاي أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري. فما تداعيات الأمور هناك؟ وما خطوات تركيا إزاء حليفها في الناتو وخصمها في سوريا؟ في المحور الثاني، يعطي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطوطا عريضة لوجود قواته في سوريا. يقول زعيم الكرملين: لن ننسحب من سوريا، ولكننا لا نريد بقاء طويل الأمد. يشير بوتين إلى أن بلاده موجودة في سوريا لحماية مصالحها ليس إلا، لكنها ستنسحب بشكل سريع لو أرادت ذلك، وفق ما يقول بوتين. الوجود العسكري الروسي كبير، فما وراء تصريحات بوتين؟ أم أنها تذكير بأن للكرملين يدا في سوريا قادرة على تحريكها إن أرادت؟ في المحور الأخير، يواصل الحوثيون ضرب السفن في البحر الأحمر. يقولون إنهم مستمرون ما دام العدوان الإسرائيلي مستمرا على غزة. تدق واشنطن ناقوس الخطر وتطالب بتشكيل قوة دولية لحماية السفن التجارية. فما تداعيات المشهد في البحر؟ وهل ستزداد سخونته في الأيام المقبلة؟ انتقد المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع التركية التدريبات المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة مع قسد في سوريا، وقال المستشار إن أنقرة تنتظر من واشنطن أن تنهي جميع أشكال دعم قسد. وفي السياق، قالت صحيفة مليات التركية إن الدعم الأمريكي لقسد أفضى إلى خسارة واشنطن لأنقرة، وإن تركيا لن تقف متفرجة بعد الآن. تزيد تركيا من انتقاداتها للدور الأمريكي في سوريا، ولا سيما ذاك المتعلق بدعم قسد التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا. من وزارة الدفاع التركية يخرج الانتقاد هذه المرة، وعلى لسان مستشارها الإعلامي تقول إنها تنتظر من واشنطن أن تنهي جميع أشكال الدعم والمساعدات التي تقدمها لقسد، وأن تقدم دعما صادقا لحرب تركيا ضد من تعتبرهم إرهابيين. ويشير المستشار التركي زكي أكتورك إلى أن بلاده تتابع عن كثب أنشطة واشنطن مع تلك التنظيمات في سوريا. التصريحات التركية الأخيرة جاءت بعد انطلاق مناورات مشتركة بين قسد والقوات الأمريكية في دير الزور. وجاء الانتقاد التركي هذه المرة في بيان صادر عن وزارة الدفاع لا الخارجية، كما لفتت صحيفة مليات التركية في مقال عنوانه الولايات المتحدة خسرت تركيا، ملوحة على ما يبدو بالكرت الأحمر لواشنطن، ومنوهة إلى أن تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة لن يكون وعدا انتخابيا في قادم السنوات، إذ إن الجمهور التركي ومنذ فترة طويلة بات يرى أمريكا عدوه الأكبر. الصحيفة أردفت أنه من الخطأ اعتبار تركيا متفرجة أو أنها ستظل كقوات ردع مع الجيش الأمريكي، وهو ما يترجمه ربما تصعيد تركيا الأخير في عمليات استهداف قيادات قسد والعناصر التابعة لها من الجو. التجاهل الأمريكي إن صحت تسميته كذلك بدوره يأتي على شكل أرقام ميزانية وزارة الدفاع للعام الجديد، إذ خصص مبلغ 156 مليون دولار لدعم قسد والوحدات الكردية في سوريا. فما شكل رد الفعل التركي على ما يجري من قبل واشنطن وحليفها الإرهابي كما يقول الأتراك؟
حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الباحث في الشؤون الدولية أستاذ محمود علوش، ومعي كذلك من واشنطن دكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. أهلا بكما. أبدأ مع أستاذ محمود. إذا تصريحات جديدة لتركيا عبر وزارة الدفاع تنتقد فيها الدعم الأمريكي لما سمته تنظيمات إرهابية وأن أمريكا خسرت حليفا كأنقرة إزاء ذلك، ما السياق الذي أتت فيه هذه التصريحات؟ سببها الآن؟ بداية مساء الخير. لا شك أنه أي شكل من أشكال التعاون أو الدعم العسكري الأمريكي للوحدات الكردية في سوريا يثير انزعاج تركيا على وجه خاص، وفي هذه المرحلة بالتحديد كما تعلمون تركيا خلال الأشهر الماضية شهدت هجوم إرهابي لحزب العمال الكردستاني في العاصمة أنقرة، وبعد هذا الهجوم كان هناك رد عسكري تركي بعمليات عسكرية ضد الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا. وبالتالي تركيا ترى بأنه عودة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إلى إظهار هذا الدعم للوحدات الكردية إن على مستوى التدريبات العسكرية المشتركة وعلى مستوى الأموال التي تم تخصيصها مؤخرا في وزارة الدفاع الأمريكية للوحدات الكردية، كل هذه الأمور تشير إلى أن واشنطن لم تأخذ المخاوف التركية إزاء نشاط الإرهابي للوحدات الكردية على محمل الجد. وبالتالي أنا أعتقد بأنه يعني القضية الوحدات الكردية ستبقى من دون أدنى شك مشكلة كبيرة في العلاقات التركية الأمريكية. وخلال الفترة الماضية الاحتكاكات العسكرية التي جرت بين أنقرة وواشنطن في سوريا تشير إلى أن هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى تقويض العلاقات التركية الأمريكية بشكل كبير وعلى نحو خطير إذا لم يكن هناك قدرة للطرفين على احتواء هذه المسألة. دكتور رضوان، لماذا لا تأخذ واشنطن في الاعتبار هذا الانزعاج التركي رغم أنه يمكن أن يؤدي حسب سيد محمود إلى تقويض العلاقة التركية الأمريكية؟ يعني وصلت الأمور إلى حد تدريب قسد على أسلحة ثقيلة، مدرعات برادلي، صواريخ مضادة للدروع، لماذا لا تلتفت واشنطن إلى انزعاج حليفتها أنقرة؟ لا، هي تأخذ بعين الاهتمام هذه التصريحات، لكنها ليست بالضرورة تعني تغيير سياستها في اتجاه في التعامل مع قسد والتخلي عن تركيا. هي موقف في الولايات المتحدة أن هذين شأنين منفصلين، وأن قسد حليف مهم لنا في سوريا، وأن تركيا حليف مهم داخل الناتو، ويجب على تركيا أن تغير سياستها وأن تتعامل مع قسد بشكل مختلف. يعني هذا الموقف الأمريكي الرسمي والذي يردده الإدارة الأمريكية ويردده الكونغرس، بأن كلا الطرفين حليفين لنا، ولكن كل لا ترى الولايات المتحدة أوجه التناقض في أن تركيا تعتبر قسد منظمة إرهابية وأن وجودها في شمال سوريا يمثل تهديدا لتركيا، وأن تركيا أعتقد ضاقت ذرعا بهذا الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة كقوة عظمى يعني لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد إلا إذا تحولت إلى أفعال تركية، إلا إذا قررت تركيا على سبيل المثال أن تأخذ عملية عسكرية ضد قسد، عند ذلك ربما الولايات المتحدة ربما تفكر أو تعيد التفكير في سياستها في هذا الإطار. لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تغير مواقفها التي شرحتها سابقا بناء على هذه التصريحات. أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي أستاذ محمود، هل يمكن أن يؤدي هذا التصريح أو يشي هذا التصريح بخطوة عسكرية مقبلة تجاه قسد في سوريا من قبل تركيا؟ تركيا منذ فترة طويلة تقوم بنشاط عسكري ضد الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وهذا النشاط أحيانا يتزايد وأحيانا يتراجع بفعل الظروف المحيطة أو المرتبطة بالسياسة التركية في سوريا، لذلك هذا النشاط قائم. لكن أن يتطور هذا النشاط إلى حد القيام بعملية عسكرية واسعة على غرار العمليات العسكرية السابقة التي شنتها تركيا في سوريا خلال السنوات الماضية ينطوي على المزيد من التعقيدات والتحديات. نحن لا نتحدث فقط عن العامل المرتبط بما تريده تركيا في سوريا، هناك أشياء أيضا محيطة بعلاقات تركيا بتفاهمات تركيا إن مع روسيا أو بعلاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي خلال الفترة الماضية كان من الواضح أن تركيا لم تستطيع
أن تطور نشاطها ضد الوحدات الكردية إلى عملية عسكرية واسعة وكبيرة بفعل اعتراض الجانبين الروسي والأمريكي، وأحيانا عندما كان الروسي يوافق على تحرك تركي كان الأمريكي يعترض والعكس صحيح. وبالتالي انطلاقا من هذا الأمر أنا أستبعد أن يكون هناك رغبة تركية في هذه الفترة في توسيع أو تطوير النشاط العسكري التركي ضد الوحدات الكردية إلى حد القيام بعملية عسكرية كبيرة، لأنه أيضا هناك مسألة مهمة وهي موضوع الحوار مع النظام السوري مؤخرا أيضا أضاف بعد آخر على سياسة تركيا الأمنية في سوريا. لكن ألا تعتقد أن هذا الوقت يمكن أن يكون الوقت الأمثل لتطور العمليات العسكرية التركية باتجاه قسد؟ لأنه اليوم الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات، بايدن سينشغل في المسائل الداخلية، هذه التصريحات جاءت على لسان وزارة الدفاع التركية وليس وزارة الخارجية، كل هذا ألا يدفع الأتراك إن أرادوا القيام بعملية عسكرية أن يقوموا بها في هذا الوقت لأنه الأمثل ربما؟ يعني قد يكون هناك عوامل مرتبطة بالسياسة الأمريكية محفزة لتركيا القيام بعملية عسكرية، لكن كما قلت بأنه هناك اعتبارات أخرى أيضا تتحكم بالسياسة التركية في سوريا مرتبطة بالتفاهمات مع روسيا بحدود هذه التفاهمات، بالإضافة إلى مسألة الحوار مع النظام السوري والتي أعتقد أنه هي الآن أضافت بعد آخر في السياسة التركية في سوريا لا سيما في مسألة الأمن. أنا تقديري أخت آلاء أنه السياسة التركية الأمنية في سوريا تجاه الوحدات الكردية اليوم ترتكز على مسارين أساسيين. المسار الأول هو تصعيد الضغط العسكري على الوحدات الكردية لفرض أمر واقع على الولايات المتحدة الأمريكية ودفع واشنطن إلى التفكير في التكاليف الباهظة التي تنطوي عليها مواصلة دعمها للوحدات الكردية على العلاقة التركية الأمريكية. والمسار الآخر هو الشروع في الحوار مع النظام السوري وروسيا من أجل إيجاد تعاون مشترك بين أنقرة ودمشق وطهران وموسكو، لا سيما أن الأطراف الأربعة مجمعة على هدف رئيسي واحد هو إخراج الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا وتقويض دور وتأثير الولايات المتحدة الأمريكية. هذين المسارين أنا تقديري أنه تركيا ستعمل عليهما وستواصل العمل عليهما بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، لكن هل يمكن أن يؤدي هذين المسارين إلى تحول في الموقف الأمريكي؟ كي نكون واقعيين، لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخلى ببساطة عن الوحدات الكردية في سوريا. دعنا نسأل دكتور عن هذا الأمر، يعني مسألة أن تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن الوحدات الكردية في سوريا رغم ظهور هذا المسار الجديد وهو إمكانية تطبيع العلاقات بين نظام وتركيا وتكاتف جميع هذه الأطراف بعيدا عن أمريكا على ضرورة خروج القوات الأمريكية من سوريا، هذا ألا يمكن أن يشكل حافز يجعل واشنطن تغير سياساتها تجاه قسد على الأقل إرضاء لتركيا؟ يعني أولا أعتقد أنه ملف تطويع تركي مع نظام الأسد صفحة وانطويت تماما مع نهاية الانتخابات، ولذلك وجدنا تصريحات وزير الدفاع التركي في وضع الشروط فيما يتعلق ببنود تطبيق القرار 2254 كشرط لانسحاب القوات التركية من سوريا، ولذلك لا أعتقد يعني هذه الصفحة انطويت كليا. النقطة الأخرى أن تركيا تدرك تماما أن يعني تحالفها مع الولايات المتحدة أهم بكثير مع تحالفها مع ورقة خاسرة مثل نظام الأسد، وبالتالي لا يمكن لتركيا طبعا أن تضحي في علاقتها مع الولايات المتحدة على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي والتجاري وحتى على المستوى الأمني والعسكري مقابل علاقتها مع دكتور رضوان. ربما يعلق من يسمعنا بأن تركيا تدرك ذلك، لكن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تركيا أهم لها من قسد في سوريا وأن علاقتها بحليف لها في الناتو هي أجدى من علاقة مع قسد. هذا صحيح وأنا أتفق معك، لكن بالنسبة لمنظور الولايات المتحدة كما قلت أن كلا الطرفين تركيا حليف مهم في الناتو وقسد حليف مهم في سوريا، ليس هناك بالنسبة من منظور الولايات المتحدة تناقض في العلاقة بين هذين الطرفين، ولذلك والولايات المتحدة تقول أنه اختبرت عدة أطراف ووجدت أن الطرف الأفضل لها بالنسبة في سوريا هو قسد الذي يحقق الرؤية الأمريكية الآن في سوريا، وهو الرؤية تقوم على إبقاء الوضع على ما هو عليه وتخفيض مستوى العنف، وبالتالي قسد تقريبا تنفذ تماما كل ما تطلبه الولايات المتحدة منها في هذا الإطار، ولذلك لا ترى الولايات المتحدة
يعني مانعا في او تجد حرجا في التنازل مع قسد على المستوى السياسي والامني والعسكري مقابل تقريبا ارضاء الجانب التركي. تدرك ان هذه العلاقه صعبه وانها تمر من يوم في يوم في مجموعه من التصريحات السلبيه وربما من الهزات في العلاقه التركيه الامريكيه، لكن الولايات المتحده لديها قوات في سوريا، لديها اكثر من 1000 جندي ولديها قواعد عسكريه، وبالتالي هي تستطيع ان تحقق اهدافها العسكريه في سوريا ربما حتى بالاستغناء عن الدور التركي هناك. سيد محمود، هل فعلا مسار التطبيع بين النظام وبين تركيا يمكن تحييده الآن بعد الانتخابات التركية وبالاستناد إلى التصريحات التي صدرت قبل أيام عن وزارة الدفاع التركية؟ لا أعتقد، هذا المسار لا يزال مهم بالنسبة لتركيا، وكما قلت بأنه هذا المسار هو جزء من الخيارات التي تلجأ إليها تركيا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن علاقتها بالوحدات الكردية. إذا ما وجدت تركيا بأن الولايات المتحدة مصرة ومصممة على مواصلة هذه العلاقة وعلى مواصلة دورها الذي يشكل تهديد لأمن تركيا في سوريا، فأعتقد أن تركيا لن تتردد عن محاولة استكشاف سبل التوصل إلى تعاون مع النظام السوري وروسيا وإيران فيما يتعلق بملف الوحدات الكردية. التعاون معقد صعب لا شك، مسألة الحوار بين تركيا والنظام السوري ليست مسألة بسيطة وهناك قضايا معقدة بشكل كبير، لكن أيضا عندما طرحت تركيا مسألة أنه الانسحاب التركي من سوريا لا يمكن أن يتحقق من دون تسوية سياسية للصراع السوري، يعني هذا شرط منطقي واقعي، لكن أنا تقديري أنه اليوم هناك ثلاث عوامل أساسية تتحكم بديناميكية السياسة التركية في سوريا ومستقبل الدور التركي في سوريا. العامل الأول بشكل أساسي مرتبط بالعامل الأمني، هو الهاجس الأمني الذي يشكل السياسة التركية في سوريا، وهذا العامل الأمني بدأ يطفو على العوامل المؤثرة في تشكيل السياسة التركية في سوريا منذ عام 2015، بعد عام 2016 عندما تدخلت تركيا عسكريا من أجل تقويض المشروع الانفصال لوحدات حماية الشعب الكردية. العامل الآخر مرتبط بالتسوية السياسية في سوريا، الكل يدرك يعني بأنه لا يمكن أن ينتهي الصراع في سوريا وأن تعود سوريا مستقلة أو مستقرة من دون أن يكون هناك حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة أطيافه. وأيضا لا يمكن لتركيا أن تجعل سوريا المستقبلية يعني غير متعارضة مع أهدافها الأمنية من دون أن يكون هناك تحول سياسي في سوريا. العامل الثالث هو مرتبط بمسألة ملف اللاجئين السوريين الذي هو يضغط بشدة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وبالتالي هذه العوامل الثلاثة هي بتقديري تشكل يعني الديناميك أو تحرك ديناميكية السياسة التركية في سوريا في الوقت الراهن. ولا أعتقد أن تركيا يمكن أن تفكر بانسحاب عسكري من سوريا قبل أن تتحقق هذه الأهداف الثلاثة. لن تفكر بانسحاب عسكري من سوريا، ولن تفكر كذلك بتطوير عملياتها العسكرية في سوريا تجاه قسد، فيما إذا لم تفضي خطوط الضغط التركية أو وسائل الضغط التركية على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أعتقد أنه تركيا، وكان الرئيس أردوغان واضح أكثر مرة عندما قال أنه تركيا تولي أهمية للدبلوماسية في حواراتها وتفاهماتها مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل يعالج هواجس تركيا إزاء الوحدات الكردية، ولا تزال تركيا بتقديري تولي أهمية لهذه المسألة. بالتأكيد في مرحلة من المراحل كان الضغط العسكري على الأرض بالإضافة إلى التصريحات السياسية نوع من الضغط السياسي على الولايات المتحدة وعلى روسيا لإظهار تصميم أنقرة وقدرة أنقرة على التحرك عندما تقتضي الأمر، لكن أنا تقديري أنه الخيارات أو العوامل التي اليوم تضغط على تركيا في قضية توسيع العمليات العسكرية هي عوامل معقدة للغاية، لن يكون بمقدور تركيا أن تتعامل معها ببساطة. لذلك بتقديري الرئيس رجب طيب أردوغان يولي أهمية بشكل أساسي لاستمرار التفاهمات مع روسيا والوصول إلى نقطة يمكن أن تساعد تركيا في التحرك بشكل أكبر والتوسيع الهامش المتاح لها عسكريا وسياسيا من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الوحدات الكردية. على ذكر الضغط، وزارة الدفاع الأمريكية خصصت من ميزانيتها للعام الجديد مبلغ 156 مليون دولار لدعم قسد والوحدات الكردية في سوريا. يعني هذا كيف يمكن أن تفهم تركيا دكتور رضوان؟ هناك من يقول بأن السياسة الأمريكية عبر دعم قسد في سوريا ما هي إلا اتباع لسياسة العصا والجزرة مع تركيا، هي تبتز تركيا ببساطة.
يعني نلاحظ أن هناك انخفاض في المخصصات جزئي تقريبا لقوات القسد، لا لكن دعم قوات قسد هو جزء من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية على مدى الخمس أو الست سنوات الماضية، ليس هناك أي تغيير في هذا الإطار. المشكلة الرئيسية هي تقريبا العلاقة التركية الأمريكية التي تمر في مرحلة اضطرابات، يعني تقريبا تظهر فجأة وتخمد فجأة، لكن ليس هناك حل للقضية الرئيسية وهي علاقة الولايات المتحدة مع قسد، والذي هو تقريبا جزء محوري الآن فيما يتعلق بسياسة تركيا الخارجية في سوريا أو في طبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة. وأعتقد أن سوف يكون هناك حل قريب لهذه المسألة مع إصرار الموقف الأمريكي على دعم قسد كما ذكرت. دكتور رضوان زيادة، شكرا جزيلا لك، وأنت الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، كنت معنا من واشنطن. كذلك أشكر محمود علوش الباحث في الشؤون شكرا. الدولية. فاصل ونعود.